مساء الهنا والورد على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تميز وإبداع. في البداية بحب أهني الأمة الإسلامية أجمع ببداية العام الهجري سعيد علينا جميعا بإذن الله، متمنية من الله أن يزيل الهم والكرب والوباء عن كافة الشعوب. في برنامجنا تميز وإبداع أنا عودتكم أن أنا إن شاء الله هطلع معايا بعض الرموز والنماذج اللي بدأت من الصفر وهتظهر معايا في البرنامج ولسه مكملين مسيرة نجاحهم. النهاردة هكمل معاكم بقية فقرات حلقات الحلقة الماضية، كنت فتحت حوار عن الأم والطفل. الأم بتهتم بأولى مراحل التعليم بالطفل بداية من الحضانة. إزاي الأم تختار الحضانة بشكل سهل وسليم وصحيح، الحضانة المناسبة لابنها بتكون مبنية على أي أساس. النهاردة معايا ومعاكم ضيفتي الأستاذة رشا أحمد زهران، أستاذة رشا أحمد زهران مديرة حضانة اقرأ للغات بالجيزة معايا النهاردة، اسمحوا لي أرحب بيها. أهلا بيك أستاذة رشا. أهلا بيك، أهلا بحضرتك جدا، منوراني النهاردة. بنورك، تسلمي. في البداية عايزة أعرف من حضرتك، حضانة اقرأ للغات إيه الأساس اللي أنت كنت حريصة عليه في البداية؟ الأساس اللي أنا حريصة عليه في البداية إن أنا أوصل الطفل إن هو يبقى عارف دينه صح. أهم حاجة أنا كنت بهتم بيها في الحضانة هي القرآن الكريم والعقيده، والحمد لله انا عندي مستوى الاطفال عندي في الحضانه، وطبعا ده بشهاده اولياء الامور معايا ان هم فعلا مبسوطين جدا ان اولادهم معايا في الحضانه. القران الكريم كان اول مبدا حضرتك كنت حريصه عليه في القيام بحضانه اقرا للغات. طيب خلينا نشوف مع بعض كده، نسمع احمد. اتفضل يا احمد، عايزين نسمع مع بعض منك بعض ايات القران الكريم بالتجويد. اتفضل المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ربنا ينفع بيك يا حبيبي، بارك الله فيك. أشكرك أستاذة رشا على الحفظ القرآن الكريم، وده طبعا من المبادئ الأساسية والهامة جدا اللي لازم تكون كل حضانة تكون مهتمة بيه. طيب إيه كمان بتكوني حريصة غير القرآن الكريم بتكوني حريصة على وجوده عندك في الحضانة؟ إن الطفل يبقى عارف عقيدته، يبقى عارف ربنا موجود، يبقى عارف موجود فين، العقيدة اللي ربنا خلينا إن احنا نعرفها وتبقى هي أساسنا. وطبعا أنا معايا يسري مصطفى في العقيدة. اتفضل يا يسري. اسمك كامل ايه يا يسري؟ قرب المايك منك. اتفضل يا استاذ رشا. من اين ناخذ عقيدتنا؟ من القران والسنه. اين الله؟ في السماء العرش استوى. ما معنى استوى؟ على والدفع. ما معنى لا اله الا الله؟ لا معبود حق الا الله. كم اركان الاسلام؟ خمسه. كم اركان الايمان؟ سته. بارك الله فيك يا حبيبي. طيب هتكلم معاكي بقى النهارده، عايزه اعرف في ظل وباء كورونا كل ام دلوقتي حريصه جدا وهي بتنزل اولادها الحضانه، الحضانه يا ترى هتهتم بالتعقيم، التطهير، كل الاجراءات الاحترازيه. عايزه اسالك بتتعاملي ازاي مع الاولاد؟ وبرده يا ريت الكنترول يستعرض لنا بعض الصور الخاصه بحضانه اقرا الخاصه باستاذه رشا. اتفضلي. طبعا الأولياء الأمور واثقين فينا ثقة عمياء، الحمد لله، يعني واثقين فينا ثقة كبيرة جدا، ودي حاجة تشرفني وبتشرف كل أولياء أمور وبشكرهم جدا على ثقتهم فينا. أنا عندي طبعا لازم أي طفل لازم بيدخل الحضانة لازم بقيس درجة حرارته، لازم بعقمه، لازم بعمل له تشيك على كل جسمه، لازم طبعا في ممنوعات، لازم ما ينفعش تدخل عندي الحضانة أي حاجة فيها مواد حافظة، ما ينفعش تدخل عندي الحضانة. وطبعا الحمد لله إن أنا أولياء الأمور تقبلوا
الوضع، وطبعا فرحانين جدا. وكان في اولياء امور كانوا خايفين ينزلوا اولادهم، لما شافوا اللي احنا عاملينه مع اطفالهم انبسطوا جدا جدا، ويعني خلاص بقى في اطمئنان الحمد لله. الحمد لله. طيب خليني برضو عايزة أسألك عن نقطة مهمة جدا، وهي أن مديرة الحضانة مش بس بتكون مديرة للمكان وبس. خليني أقول لك إيه الشهادات أو الكورسات اللي كنت حريصة عليها أنك تكوني ملمة بيها عشان تقدري تواجهي وتقدري أنك أنت تتعاملي بشكل أكاديمي أكتر، يعني وعي وثقافة داخل الحضانة. طبعا انا كنت حريصه ان انا اخد كورسات في نور البيان، كنت حريصه ان انا اخد كورسات في ازاي ان انا اتعامل مع الطفل، مش مجرد ان الطفل يبقى داخل عندي الحضانه تبقى ماده، لا الطفل يعني ما فيش طفل فاشل، كل الاطفال اذكياء. اهم حاجه المعلمه اللي بتتعامل معاه او مديره الحضانه اللي بتتعامل معاه ازاي توصل لكيان الطفل، ازاي تعرف الطفل ده قدامها، يعني لازم تحببه في المكان. فلازم كنت اخد الحمد لله اخدت كورسات في جميع المجال، واهم كورس طبعا كان دبلومه في رياض الاطفال. ان انا ازاي اتعامل مع الطفل في النفسيه، اي طفل بيجي يدخل الحضانه من اول يوم بيبقى طبعا شو يعني عنده ماما كل شيء. طبعا لما بروح مكان انا ببقى خايف الحمد لله، واي ولي امر طفله بيدخل الحضانه من اول يوم بتبقى في البدايه بتبقى في طبعا الطفل بيبقى عنده رهبه وخوف، لما بتيجي تاخده اخر اليوم مش عايز يمشي من الحضانه. كويس جدا ان حضرتك بتعملي يعني جذب للطفل ان هو يرتبط بالمكان ويرتبط بوجوده فيه. دي خطوه مهمه جدا مع الطفل طبعا. خليني برضو ارجع لحضرتك، الكورسات التاهيليه اللي حضرتك اخذتيها في منها كورس الحساب الذهني. الحساب الذهني عايز اعرف من حضرتك ايه هو وايه فائدته مع الاطفال؟ الحساب الذهني سبحان الله بيعمل في الطفل حاجة يعني جميلة جدا، بيبقى أسرع من الآلة الحاسبة. تمام. بيخلي الطفل ذكي. تمام. في أطفال كتيرة ما بتحبش الرياضة أو الماس، سبحان الله كل الأطفال اللي دخلت في اليوسي ماس أو الحساب الذهني لا مد حبوا الماس أو الرياضة، حبوه حب جميل جدا، بقوا واخدينها لعبة بصراحة. خليني أقول لك حضرتك شاركتي في مسابقة العباقرة 2020 في الحساب الذهني، مين من الأطفال الحلوين اللي معانا اللي طلعوا مراكز؟ عندي أحمد ويسري فين وفارس. أحمد ويسري؟ أحمد معي أحمد ويسري وفارس ولارا وسلوى ومالك. مركز إيه أحمد ويسري؟ يسري مركز تاني. مركز تاني. ولارا وفارس وسلوى ومالك مركز تاني مقرر. تمام. خليني أسألك يا لارا، خدي المايك كده من زميلك، اديها المايك. خليني اسالك بقى في الاول، ببارك لك الاول على حصولك على المركز الثاني في مسابقه العباقره 2020 في الحساب الذهني. خليني اسالك استفدتي ايه من كورس الحساب الذهني؟ كورس الحساب ان انا اركز كتير وان انا احبه واذاكر عشان احبه كتير واكتر واكتر واركز منه عشان نطلع حلوين. طيب انت حسيتي ان انت بقيتي اسرع وبتطلعي النتائج بشكل سريع. طيب ممكن المس تسالك، اتفضلي يا استاذه رشا، عايزين نسال لارا اسئله كده على الهوا نشوف مدى استيعابها للاسئله. اتفضلي. 2 بلس 2 بلس 5 ماينس 2 ماينس 1 ايكوال ماينس 1 ايكوال 5. طيب نقول مساله ثانيه. 5 بلس 4 ماينس 2 ماينس 2 ماينس 2 بلس 5 بلس 5 ايكوال ايكوال 5. اوكي. طيب خليني برضو اسال زميلنا احمد. اتفضل يا احمد، خد المايك. المايك لاحمد. خليني بقى اعرف منك يا احمد، انت الكورس فادك ازاي؟ ان هو اسرع من الآلة. علي صوتك شويه عشان زمايلك اللي بيتفرجوا عليك يسمعوك. ان هو اسرع من الآلة الحاسبة. تمام. وان احنا بقينا نحبه كتير وبنذاكر كتير. بتركز يعني انت بقيت بتركز اكتر من الاول. تمام، بشكرك يا احمد. ادي بقى المايك لصاحبك. يلا يلا حبيبي، قولي بقى الكورس الحساب الذهني فادك في ايه؟ اللي احنا بنحبه ونكتب كويس ونركز. الرياضة كنت انت بتحبها ولا حبيتها اكتر وحسيت ان هي مختلفة وبقيت بتحبها وعايز تدرسها بشكل اكبر لما اخدت كورس الحساب الذهني؟ حسيت ان الرياضة سهلة وبسيطة. تمام.
طيب ادي المايك لصاحبك. طيب خليني برضو اسالك يا استاذه رشا، اكتر حاجه انت حريصه عليها في الانشطه وتنميه المهارات الخاصه بالحضانه؟ يعني مثلا انا شايفه مع حضرتك ترافيك لايتس، اشاره المرور، اقدر ازاي حضرتك بتقدري ازاي توصلي المعلومه للطفل من خلال تنميه المهارات والانشطه؟ مثلا زي ده انا شايفه قدامي دلوقتي اللي هي ترافيك لايتس، اشاره المرور، الطفل بتخليها له ازاي؟ الطفل يعني انا بيشاركك معاكي في النشاط ده؟ بيشارك طبعا، انا بعمل انشطه كتير في الحضانه وبخلي الطفل لازم يبقى عندي مشاركه جماعيه ما بين الاطفال. تمام. ده بيخلق حب ما بين الاطفال وفي تعاون، بنخلق الصفتين دول. بيحبوا جدا اليوم النشاط اللي احنا بنعمله. بس حاليا في كورونا، في وقت كورونا احنا مأجلين الانشطه او المشاركات الجماعيه. تمام. وطبعا انا بوصل لهم اي نشاط او اي فكره بوصلها لهم بسونجز انجلش او سونجز عربي على حسب ايه، وبيوصلوا الحمد لله ومستوى بينها. تمام. طيب مين بقى معانا من الاطفال النهارده ممكن يسمعنا سونج كده عن الترافيك لايتس؟ مين جاهز معانا النهارده يا استاذه رشا؟ هم جاهزين. يلا بينا. ادي المايك لصحابك. تفضل. Red light, red light, what do you say? Oh, I say stop. يلا كلهم مع بعض. Run away. Yellow light, yellow light, what do you mean? I say stop. اوكي ثانك يو، شكرا ليكو، شكرا ليكو. طيب نطلع فيديو كده بسيط مع بعض عن تقرير عن حضانه اقرا للغات. الفيديو جاهز معانا يا جماعه؟ يلا بينا. ولنقرا ولنرتقي، ولنقرا ولنرتقي، وفي الجنه نلتقي، ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم. والقرآن ربي وقلبي، يصحبني دوما في دربي، في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي. والقرآن ربي وقلبي، يصحبني دوما في دربي، في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي. ولنقرأ ولنرتقي، وفي الجنة نلتقي، ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم. والقرآن يرفعني بالأخلاق يربيني، أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاجتابني. والقرآن يرفعني بالأخلاق يربيني، أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاجتابني. ولنقرأ ولنرتقي، وفي الجنة نلتقي، ننتظر الحفل العظيم. أدمه فيها مد بالإيه؟ ورجعنا لكم بعد التقرير اللي شفناه عن حضانة اقرأ للغات الخاصة بالأستاذة رشا أحمد رمضان. زهران اللي طبعا بشكرك جدا على مجهودك والحاجات الجميلة اللي انت حريصة انك تنميها في الطفل، والمجهود الجبار اللي انت بتعمليه مع الأطفال انهم بيشاركوكي كمان في الأنشطة وفي تنمية المهارات وكل الاحترازات الأمنية اللي حضرتك حريصة عليها في الحضانة عندك. خليني أقول لحضرتك برضو نرجع لنقطة الحساب الذهني، لان مش كل الحضانات بتقدر توفر كورس او نشاط الحساب الذهني للاطفال. الحساب الذهني مهم جدا جدا، هنستعرض مع بعض بعض الصور الخاصه بحضانه اقرا، وهنتكلم مع بعض استاذه رشا هتوجه بعض الاسئله للاطفال اللي كانوا مشتركين في مسابقه الحساب الذهني. هنا حضرتك في الحضانه بتقيسي درجه الحراره للاطفال؟ ده كل يوم يا استاذه رشا ولا لا؟ كل يوم لازم، كل يوم الطفل لازم بيدخل، لا لازم اقيس درجه حرارته، لو درجه حرارته عاليه ما بدخلوش الحضانه. تمام. لان الاطفال عندي امانه. تمام. دي التعقيم.
التعقيم ده دي التعقيمات اللي احنا ايه دوريا لازم كل يوم، وطبعا كل ربع ساعه كل نص ساعه لازم في الحضانه بيبقى في تعقيمات للاطفال. حلو جدا. وفي تعقيمات بتبقى للحضانه نفسها، طبعا كل طفل قاعد في ديسك لوحده. طيب بالنسبه للبريك، وقت البريك بيكون ازاي عندك؟ البريك احنا الطبيعي كان البريك دايما بيبقى فيه العاب جماعيه مع الاطفال. بالزبط. دلوقتي انا البريك عندي بيبقى كل طفل عشان نفسيته، يعني مش هيقعد طول اليوم او طول الفتره بتاعته ان هو يقعد، هيبقى مكبوت. فلازم بطلع طفل طفل بيلعب اللعبه بتاعته المفضله وبرجعه تاني للكلاس بتاعه. تمام. هنا برضو الاطفال هنا بتعمل نشاط او تنميه مهارات تنمية تقريبا، مهارات واكتيفيتي بتنمي الطفل، وسبحان الله يعني بتعمل له جو حلو. انا برضو شايفه ان حضرتك حريصه ان الطفل يكون لابس القناع الفيشل. ايوه، دي ادوات التطهير والتعقيم. حلو جدا ان كل حضانه وكل مديره حضانه وكل حد يكون مسؤول عن مكان تعليمي للاطفال سواء للصغيرين او للكبار ان يكون حريص على الاحترازات الامنيه سواء في ظل وباء كورونا او غيرها. ده مهم جدا. تمام. طيب خلينا بقى نرجع للاطفال الحلوين ونشوف استاذه رشا، اتفضلي اساليهم. طيب يلا يا احمد. اسالي يا احمد. 5 + 4 - 2 - 2 = 4 - 2 = 7 2 + 2 = 8 2 - 1 - 2 + 4 + 4 = 6. طيب يسري علي صوتك يا حبيبي. يلا يسري. يلا يسري علي صوتك كده في المايك. 5 + 4 + 4 - 3 - 1 = 5 2 + 1 + 1 + 5 - 4 - 6. اوكي، مين كمان معانا جاهز النهارده؟ ممكن لارا. يلا يا لارا.5 + 4 + 4 - 3 - 5 - 5 - 5 - 1 = 1 4 - 5 - 3 - 3 = 9. تمام. مين كمان معانا النهارده؟ خلاص كده. تمام، شكرا ليكي يا حفضلي. استاذه رشا بشكرك جدا على المجهود الجميل اللي انت عاملاه، وبتمنى من كل صاحبه حضانه ان هي تكون حريصه على كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده، وبتمنى ان كل ام بتسمعنا وبتشوفنا تكون استفادت مننا ايه المبادئ والاسس اللي بتكون حطاها في عين الاعتبار وهي بتشوف حضانه مناسبه لابنها وبتقرر تودي ابنها فيها. الموضوع مش مجرد ان انا مكان بودي ابني فيه وخلاص، عفوا. الموضوع مبادئ، واشوف ايه اللي ابني ينفع يدخله ويتعلم فيه ويطلع فعلا مستفيد، ويطلع فعلا ان هو حصل على كم من المعلومات والانشطه وتنميه المهارات اللي تنمي ذكائه. الموضوع مش ان انا بودي ابني مكان يلعب فيه وخلاص، لا، انا بحط اسس ومبادئ بمشي عليها بعد كده. بتمنى تكون الفقره عجبتكم، وهنطلع مع بعض فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا.